النهاردة أنا مستضيف على فنجان شاي الدكتورة والكاتبة الروائية منى لطفي، والموضوع اللي اخترته هو موضوع يهم شريحة عريضة خاصة في العصر الحالي، عصر التكنولوجيا اللي جعل من العالم قرية صغيرة وكان له بالغ الأثر على كل نواحي الحياة، وده شيء مش مستغرب إلى حد كبير. المستغرب إن العالم الرقمي الافتراضي يمتد تأثيره حتى على علاقة الحب. لكن قبل ما نبدأ حوارنا اسمحوا لي أرحب بالدكتورة منى لطفي. منورة يا دكتورة. منورة بحضرتك يا أستاذ هاني وبالمستمعين. أنا بشكر حضرتك جدا على اللقاء دون، وبإذن الله يعني الموضوع اللي نتناوله يعني يفيد ناس كتير، لأنه زي ما حضرتك قلت هو بيأثر في حاجات كتير قوي في حياتنا. في البداية، مين هي الدكتورة منى لطفي؟ منى لطفي صيدلانية متزوجة، عندي 3 بنات. الكتابة بالنسبة لي مش كانت الأول هواية، بس هي بعد كده بقت روح، بقت ضرورة، بقت أسلوب حياة. الكتابة كانت في مرحلة من مراحل حياتي سبب انتشلني من اكتئاب، من ظروف كانت نفسية قهرية. اختيارك لموضوع الحلقة هو اختيار جيد، وأعتقد أنه موضوع مهم بالنسبة لك، خاصة أن أول رواية نشرتيها تحمل نفس الاسم، زواج افتراضي. إيه سر اهتمامك بالموضوع ده تحديدا؟ أنا عندي جروب على الفيسبوك اسمه الجواز وسنينه. الجروب اسمه زي ما حضرتك شايفه كده يعني لايت كوميدي شوية، بنتكلم في مشاكل اجتماعية. جات لي مشاكل كتير قوي معظمها بتنحصر في الانترنت. 90% من رواية زواج افتراضي دي قصص واقعية اتحكت لي من أصحابها. انا وصلت لمرحله ان انا كان بيجي لي كميه مشاكل فظيعه وكلها انترنت، فقلت ايه المشكله ان انا اجمعها كلها في روايه بحيث اعرض من خلالها لناس تانية خدوا بالكم، دي زي جرس انذار. في نص الروايه تقريبا انا ابتدى يخش لي بنات اللي ابتدت بقى تدعبس ورا جوزها ولقت مش عارفه ايه، واللي ابتدت زي بالظبط اللي بيشوف فيلم وبيطبقوا، هم قروا وطبقوا. وصلت معايا كنت هوقف الروايه في نصها. ف 90% من احداثها حقيقيه واقعيه بما فيهم الكابلز الرئيسي عندي منى وسيف. طيب يا دكتور، قبل ما نروح للعالم الافتراضي، واكيد الكلام فيه هيكون كتير، خلينا شويه مع العالم الواقعي ونقول ان زمان كان الزواج بيتم عن طريق المعارف والاهل، وكلنا يعرف المثل الشعبي الشهير يا بخت من وفق راسين في الحلال، وفي المقابل له مثل اخر بيقول امشي في جنازه ولا تمشي في جواز، باعتبار ان اي خلاف بين الزوجين بعد كده فالزوج والزوجه على حد سواء هيقولوا منه لله اللي كان السبب. في رايك اي من المثلين الشعبيين افضل واكثر واقعيه؟ هو أنا مع المثلين بصراحة. المثل الأولاني يا بخت من وفق راسين في الحلال، هو أكوي ماشي يا بخته، بس يكون عارف الراس اللي هو هيوفقها مش هيلبس أي راسين في بعضه خلاص. بمعنى إن أنا لما أكون واسطة لحد مثلا لازم أكون أنا مدركة كويس قوي أنا بوفق مين مع مين، لأن أنا برضو هتحمل جزء من المسؤولية. وامشي في جنازة ولا تمشي في جوازة، هو المثل ده قاسي بيني وبينك، بس المثل ده يتقال للي أنا بقوله، إن أنت مش أي حد ما تعرفوش تتوسط له، لازم تكون عارفه كويس وعارف برضو الطرف التاني عشان انا الوسطة. فالاتنين لكل مقام مقال، الاتنين صح، بس المهم اعرف اوظفهم ازاي، استخدمهم ازاي. برضو زمان شوية كان في مهنة معروفة هي مهنة الخطبة، وكانت مشهورة لدرجة ان سنة 81 قدم التلفزيون المصري فوازير رمضان اعتمادا على فكرة الخطبة. وفي عصر العالم الموازي الافتراضي كتير من المواقع ظهرت لتقديم خدمة الخطبة، وفي كل الحالات بيسمى النوع ده من الزواج زواج الصالونات، وفي المقابل له زواج اللي بيتم على اساس معرفة مسبقة بين الطرفين وعلاقة حب متبادلة. تفتكر اي من النوعين الزواج افضل وليه؟ الغريب في الموضوع ان في الزمن الماضي كانت الزيجات بتدوم اكتر وحالات الانفصال اقل بكتير من الزمن الحالي، برضو تفتكري ايه السبب؟ بالنسبة لجواز الصالونات انا هتكلم مثلا منطلق تجربتي. انا زوجي ما كانش فيه معرفة مسبقة او حاجة، كان ليا صديقة في كان جوزها ابن الجيران بقى وفي ثانوي وبعدين جامعة وشغل، يعني قعدوا فترة طويلة طبعا في مشاكل كتير جدا بينهم وبين بعض، ووصلت لحد الانفصال مثلا كذا مرة ويتراجعوا عشان الولاد. فبنتكلم في مرة وهي كانت بتنتقد جواز الصالونات، فانا قلت لها ان جواز الصالونات ده سبب زي سبب السبب ان انت مثلا عرفتي جوزك ده دلوقتي ان هو كان ابن الجيران، ده سبب. واحد اتجوز زميلته في الشغل سبب، عشان كده في فترة خطوبة بقى. شوفي متقبلاه مش متقبلاه، كون بقى انه زمان كانت العلاقات راسخة أكتر من دلوقتي، فزي ما قلت لك في مفاهيم مغلوطة كتير أوي دلوقتي بين الشباب. الأهل للأسف بعيد عن ولادهم، زمان يعني
كانت الام بتنصح، كنت تلاقي البنت واعيه شويه عن دلوقتي. دلوقتي الام كتير قوي من المشاكل، الام بعيده عن ولادها، فالبنت او الولد بيلجأوا لاصحابهم، فممكن تنصح غلط. غير انه في بقى امهات ما بتقدرش توزن الامور صح، بتبقى للاسف سبب في تعاسه ولادها. في حاجات طبعا لا يمكن فيها تجاوز، لكن في حاجات تانية بكلمة ممكن تخليها تعدي، وبكلمة ممكن تخليها تقع. في تفكك أسري جامد جدا دلوقتي عن زمان. زمان كان في أم بتسمع وبتنصح، مفيش عندها غير ولادها وبس، وفي أب في ظهر ولاده. لكن للأسف دلوقتي المادة خلت الاتنين بيلهفوا وراها. إنك أنت تطلع إنسان سوي يعرف يفكر كويس جدا أحسن 100 مرة من إنك أنت تسيب له مال قارون وهو نفسيا مضطرب مش سوي. الفلوس هتدفعه في إيه ساعتها؟ بالعكس ده تبقى وبال عليه. طيب يا دكتور، خلينا نترك الزواج التقليدي جانبا ونروح للزواج الافتراضي. في أوائل السنة الحالية 2020 عرضت قناة سكاي نيوز تقرير مصور أوضحت فيه حقيقة غريبة إلى حد كبير، وهي أن الزواج من خلال الإنترنت يدوم أكثر، وأن 17% من الزيجات في العصر الحالي تبدأ بتعارف على الإنترنت. نفس النتيجة تقريبا أوضحتها دراسة قام بها باحثين من جامعة فيينا ونشرتها قناة دوتش فيلا. وفي استطلاع رأي نشرته جريدة عكاظ السعودية في فبراير الماضي أوضح أن 65% من الفتيات السعوديات يلجأن لمواقع التواصل الاجتماعي لاختيار الزوج. تفتكر النتيجة اللي وصلت لها الدراسات دي حقيقية، ولا في مجتمعنا العربي الوضع مختلف شوية؟ الزواج عن طريق الانترنت بمعنى ان هم تعرفوا عن طريق الانترنت ولا عن طريق المواقع، لانه في حضرتك صفحات وفي جروبات بتوفق راسين في الحلال على الانترنت. لو تعارف عن طريق الانترنت انا ما اعتقدش ان النسب دي حقيقة، ولو حقيقة هتبقى بره مش جوه، مش عندنا، مش في مجتمعنا العربي. سبب بسيط جدا، انه الراجل الشرقي عندنا معلش احنا في دي اتجوزها ودي اصاحبها. الكونسبت ده عند الرجل الشرقي في الستينات، وعند الرجل الشرقي في التسعينات، وعند الرجل الشرقي في الألفينات، وعند الرجل الشرقي في الـ3000 وإلى أن يرث الله الأرض وما عليه. فإن هو يتعرف بيها عن طريق الإنترنت ويكمل معاها نادر، مش ممكن هتبقى الإحصائية بالأسلوب ده. لكن لو تعرفه عن طريق الإنترنت، عن طريق موقع من مواقع التواصل اللي هو بيوفر راسين في الحلال، الجروبات والصفحات وما إلى ذلك، بيبقى سبب من الأسباب برضو. هتكمله مش هتكمله، تسأل عليه وتتأكد من المعلومات اللي هو قالها للمكتب ده. فعن طريق الإنترنت يعني بيلجأوا لصفحات اللي بتجوزهم بقى وكده، ولا بيتعرفوا؟ لو بيتعرفوا أنا أشك إن النسبة دي صح خالص. يمكن كلامك ينطبق على الأجيال السابقة يا دكتور أكتر، يعني لأن جيل الألفية الثالثة جاء للدنيا والإنترنت حقيقة بديهية وواقع معيوش، وبالتالي بالنسبة لهم فالعالم الافتراضي هو جزء لا يتجزأ من العالم الواقعي، أو هما شيء واحد، بعكس الأجيال السابقة واللي الإنترنت بالنسبة لهم اختراع جديد وعالم مختلف له قوانين خاصة، وبالتالي مفهوم العلاقات العاطفية ومن ثم علاقة الزواج مختلف بين الجيل الحالي والأجيال السابقة. طب هقول لحضرتك حاجة، هي البنت اللي بتتكلم مثلا بتتعرف على ولد عن طريق السوشيال ميديا، هاتلي أب، الأب اللي احنا نعرفه الحريص على ولاده واللي بيخاف عليهم، يوافق ان بنته تتعرف على ولد عن طريق الفيسبوك مثلا وتتكلم معاه. المشكلة استاذ هاني انه مش بس هيبقى كلام، انا بقول لحضرتك من واقع حاجات بتتحكالي فعلا وكلها بتنتهي لكوارث، ومن بنات صغيرين كمان للأسف، وللأسف الشديد من بنات سن 14 سنة و15 سنة. وهقول لحضرتك تاني، لو في واحد جد عن طريق الانترنت قدامه 5 غير جديين، شفت النسبة 1 لـ5. في رواياتك حضرتك مهتمة بالتيمة الاجتماعية، وده ظاهر بوضوح في ثلاثية كبير العيلة، لكنك اعتبرت العالم الافتراضي جزء من الواقع وله تأثير كبير عليه، وده ظهر في روايتك زواج افتراضي واللي تأثرت فيها بقصص واقعية. طيب زي ما الدراسات اللي اتكلمنا عنها أوضحت فوائد الزواج من خلال الانترنت، فكتير بنسمع ونقرأ عن علاقات مسمومة بتكون ضحيتها في الغالب فتاة صغيرة والجاني هو شاب مستهتر أو نصاب، وبتوع كتير من الضحايا في فخ الكلام المعسول والخداع. يا ترى بتنصحي بناتك بإيه بخصوص النقطة دي تحديدا؟ في مثل أو مقولة مشهورة عندنا قوي، الكلام مش عليه جمره. أنا بنصح بناتي نشغلوا عقلهم. أنا أولاً يا أستاذ هاني أنا مؤمنة إنه لازم حاجة بيعملها، إنك أنت تقفل عليه بمية ضبة ومفتاح، وهو عايز يغلط هيغلط، مع أول فرصة ليه إن هو يفلت من تحت إيدك هيغلط. فأنا لازم يبقى المانع منه هو مش مني أنا. الكبت بيولد الانفجار، والممنوع مرغوب، ودي سهلة وبسيطة جداً. حطي ربنا قدام عينك، وانا بربيهم من صغرهم معوداهم على كده ومديهم ثقة،
ادي لابنك ثقة، ازرع فيه الخير وازرع فيه الاخلاق والمبادئ واديله الثقة. لو انت حسيت ان الثقة دي ممكن يسيء استخدامها، عينك عليه وهو بيمشي قدامك، عينك عليه وهو بيجري من حواليك، واول ما تحس ان هو هيقع تمد ايدك تشده من غير ما تعنفه او تلومه. اهم حاجة ان انا اشغل عقلي، ومفيش حاجة تستاهل ان بابا او ماما يفقدوا ثقتهم فيا. وارجع بقول لهم تاني ان العلاقات اللي عن طريق الانترنت كلها علاقات ملهاش اساس، فسهل قوي ان هي تطير. عشان كده انا في رواياتي طابع بتاعها اجتماعي، بهتم بالاسرة جدا، الاسرة هي اساس اي مجتمع متحضر مثقف راقي. شكرا يا دكتورة منى على اللقاء الجميل والموضوع المهم، واللي ارجو من الله انه يكون مفيد. وفي الختام، هل في شيء تحب تضيفيه؟ وياريت لو تكلمينا بالمرة على مخططاتك الروائية القادمة. اولا انا بشكر حضرتك ان انت اتحت لي الفرصه ان انا اتكلم على موضوع شائك كان بالنسبه لي جدا، هو الانترنت والعلاقات، وعلى روايه زواج افتراضي. انا الحمد لله يعني بفضل الله عندي حصيله كبيره من الروايات، يعني 30 عمل ادبي ما بين روايات طويله ونوفيلا وقصه قصيره. اكتر حاجه قريبه مني كانت زواج افتراضي، يعني بصراحه لانها بتناقش قضيه تقريبا انا كنت اول من دق ناقوس الخطر في كتابتها. يعني مخططات رواياتي ان شاء الله يعني باذن الله في معرض القاهره القادم، ربنا يسهلها كده ان شاء الله ونزيح الغمه اللي احنا فيها دي على خير. في دماء لا يغفرها العشق الجزء الثاني من كبير العيله، برضو بتتناول عادات وموروثات في الصعيد، من ضمنها توريث المراه، ومن ضمنها الختان، ومن ضمنها الطار. طبعا في روايه انا حاليا شغاله فيها اسمها ادوات النصب، دي لايت كوميدي برضو، بتتكلم عن العيله وبتتكلم عن الاب لما بيبقى عنيف على اولاده، ازاي الاولاد سواء بنات او اولاد بيطلعوا معقدين نفسيا. فدي روايه ادوات النصب بتناولها بشكل اجتماعي. الحلم اللي انا بحلمه فعلا وبتمنى ان ربنا يساعدني واحققه، ان ألمي يوصل بره، ان احنا فكر بتاعنا احنا نغزو الفكر الغربي، ان احنا نقول لهم احنا عندنا فكر، احنا عندنا تراث، احنا عندنا ثقافه. بتمنى ان ربنا يساعدني ان انا احقق حلمي زي ما قلت لحضرتك، وان ربنا يوفقنا جميعا ويزيح الغمه اللي احنا فيها دي على خير، ويهدي ولادنا جميعا يا رب. مرسي جدا يا استاذ هاني، ومرسي قوي على كوبايه الشاي. شكرا لحضرتك وكل الساده المستمعين. بالتوفيق يا رب دايما. نورت يا دكتوره، وشكرا على وقتك. وشكرا لكم الاعزاء المتابعين، اتمنى تشاركونا برايكم بخصوص موضوع الحلقه في التعليقات على يوتيوب، واللي هنتابعها وافضل التعليقات هندعو اصحابها يشرفونا في حلقات خاصه مجمعه. لو عجبك اللي احنا بنعمله، اعمل اشتراك في القناة علشان تتابعها، وفعل علامة الجرس علشان يوصلك اشعار بالجديد. ولو حابب تشارك معنا او تكون احد الضيوف، كلمنا. وسائل التواصل في وصف الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.